أزلف الله وتحية لكم. صراحة هاد الناس بداو تيضحكوا علينا و تيتفلاو علينا. هاد الناس هادو تيديروا التقسيم، وعوض أن الأصوات تنادي بالوحدة الوطنية، لم الشمل ديال المغاربة، ولكن عندنا شي ناس تيضحكوا علينا و تيتفلاو علينا وباغي الانقسام و تيديروا هاد التفرقة. اليوم في المقاطعة ديال سيدي غانم الحي الصناعي بمراكش كيتمنع الاسم الأمازيغي سيليا. مشى الأب باش يسجل الاسم، ماشي يسجل هذاك الاسم اللي اختار البنت ديالو، اللي الاسم اصلا متداول ومعروف ومسجل في المغرب، مسجل في جميع المناطق في المغرب. الاسم الامازيغي سيليا ممنوعش وتسجل في بزاف ديال المناطق، ولكن في مراكش تيقولوا ليها ودي هذا الاسم هذا ما كاينش، هذا الاسم هذا ما يمكنش نسجله. وصفت الاب قال ليه سير للولايه، ومشى للولايه باب الخميس في مراكش، ودخل لهذاك الموظف اللي مكلف بقسم الحاله المدنيه وقال ليها شنو كاين، شنو القضيه ديالي، باغي نسجل الاسم لبنتي سيليا، بقى ليا في الاجل 4 ايام. قال لي هذاك الموظف خاصك تمشي دير واحد التصريح باش ما يمشيش لك الاجل، وخصنا نراسلو الداخليه ونشوفو هذاك الاسم واشنو كاين، حيت هذا الاسم هذا غير متداول عندنا. راه عيب وعار انك تقول للاب ديال البنت بان هذا الاسم هذا غير متداول في الثقافه المغربيه. واش انت داير دوله ديالك بوحدك؟ مراكش راه ديال المغرب، ومراكش راه كاينه في المغرب، وهي مدينه في المغرب، وبزاف ديال المدن في المغرب تسجل هذا الاسم هذا. كيفاش ان انت تقول لي بان هذا الاسم غير متداول في الثقافه المغربيه؟ ايوا هاد الناس هادو اللي سماو في الجهه ديال درعا تافيلال بزاف ديال المناطق في الرباط وفي اكادير، اشنو هادوك ثقافه عندهم في شي شكل ماشي ثقافه مغربيه؟ راه تتفلاو علينا، تضحكوا علينا، مع احتراماتي لبزاف ديال الموظفين اللي كاينين في المقاطعات وفي الجامعات واللي مكلفين بتسجيل الاسماء، مع احتراماتي لهم كاينين الناس نزهاء فاهمين وعارفين. والداخليه يا صاحبي، الداخليه كتعطيك قرار في 2019 الا باقي تنعقل على التاريخ، تتقول لك بان راه لا مجال من منع الاسماء الامازيغيه، وانت كيجيك واحد السيد باغي يسمي اسم امازيغي وتبقى تقول ليه سير للولايه، سير لهنا، سير لهنا. راه حاجه واحده اللي عندك الموظف سواء كنتي في المقاطعه أو في الجامعه ولا في اي بلاصه، كيجيك واحد السيد باغي يسجل الابن ديالو ولا الابنه ديالو، وتيقول لك ها الاسم اللي اختاريت، تتشوف الوثائق واش هما هادو، الا كانت خاصه شي حاجه تقول لي سير جيبها، حتى كتجمع الدوسي هو هذاك، وتتشوف الاسم انت، الا بان لك انت ما شي اسم ما عارفوش انت، دبر راسك. ولكن تتقول للاب سير واحد اليومين ورجع، وانت براسك تتمشي كتراسل هاد الولايه اللي كتصيفط ليها الاب دابا، وهما كيراسلوا الداخليه وتيجاوبوكم. وعندكم الانترنيت صاحبي، واكتبوا غير في جوجل، ابسط حل، كتب غير في جوجل الاسم الامازيغي سيليا، وغتقرا عشرات المقالات في الجرائد المشهورين في المغرب ان كاينين حالات تمنعوا في الاخر تسجل. الصديقات والاصدقاء والمناضلين والمناضلات والحركه الامازيغيه في مراكش، وتنتمنى انكم تفاعلوا مع هذا الحدث وتعاونوا هذا السيد هذا، وتنتمنى ايضا التجمع العالمي الامازيغي تدخل في الخط، والجمعيات الامازيغيه اللي كيناضلوا من اجل الامازيغيه انهم يدخلوا في هذا الموضوع هذا ويعاونوا السيد. النمره ديالو يعني غادي نخليها لكم هنايا في الفيديو باش توصلوا معاه وباش تعاونوه. الاسم ديال الاب عبد العزيز ايت الرئيس، ساكن في مراكش، وراه يعني صراحة بحال هاد المسائل هادو تيمرضوك، تتناضل على الوطنية، تتبين الوطنية، وتيجيك واحد وكيبغي يطيح لك كل شيء. احنا مغاربة كاملين، احنا مغاربة ومن حقنا نسميو الأسماء اللي بغينا حنايا، راه باين القانون، راه القانون واضح. بنادم جاي ليك صاحبي للمقاطعة ولا الجامعة تبقى تصيفطو للقرطاحنة تتقول ليه سير لهيه سير لهنا، هو يمشي للولاية سير عاود تاني لهنا دير هنا، شي راه غير تخربيق هادشي. حنا مغاربة كاملين والقانون راه واضح راه باين، بلا ما نبقاو نتزايدو في هادشي. وعباد الله، الأمازيغ كيناضلو من أجل وحدة الوطن، وتيناضلو من أجل الصحراء المغربية، وما عمر شي واحد قال شي حاجة ديال اللعب على الوطن، وجو نتوما تضحكو علينا. والمصيبة أن تتلقى حتى هاد الناس هادو اللي تيمنعو تتلقاه أمازيغي ولا تم تعريبو كيهضر بالدارجة، يبقى يخربق علينا. تبقى صاحبي القانون وخلينا من الهضرة الخاوية.